أبدى الأسطورة الإيطالية باولو مالديني في ندوة صحفية نشطها اليوم بفندق شيراتون بدعوة من يوميتي الهداف والويتور لحضور حفل الكرة الذهبية. أبدى سعادته الكبيرة بزيارته الجزائر مبرزا تفاجؤه لشعبيته ولشعبية الميلان بالجزائر خاصة من قبل محبي فريق اتحاد العاصمة. إسلام بقريع حضر وعد بالتالي. الأسطورة باولو مالديني يقول بأنه أول مرة يزور الجزائر كان متحمسا، وهو أيضا الآن متحمس جدا من أجل اكتشاف هذا البلد. يقول بأنه يعرف بأن الجزائريين مولوعون بكرة القدم. قل بأنه تفاجأ كثيرا، حتى أنه عبر لي عن تفاجئه أمس. يقول تفاجأت لهذا النادي، لماذا يحبون الميلان هكذا ويحبونني أنا شخصيا بهذه الطريقة؟ سعيد جدا، أوجه لهم رسالة تحية وحب وأن يبقوا أن يحبوا فريقهم ويواصلوا على هذه الطريقة. لما لا، هذا الفريق يقول يتوج بألقاب مستقبلا ويمثل الميلان من خاصة الأندية، وحتى في تتويجات الميلان هذا الفريق يتوج بالألقاب أيضا. أيوة.